السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. بداية كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يا ربي أيامكم كلها أعياد وينعاد عليكم العيد باليمن والبركة، والعيد الجاي إن شاء الله كل مشاكل العراق محلولة، وكل شيء بالعراق مو زين يصير زين، وكل شيء بالعراق غلط يصير صح. ونتمنى يا ربي أنه يرفع هاي الغمة عن العراق وعن أمة محمد إن شاء الله. راح نعرض لكم حلقة اليوم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. ننتظر مشاركاتكم على أرقام الهواتف، أرقام الهواتف اللي تشوفوها أسفل الشاشة موجودة أمامكم. عندكم رقمين بالأعلى للداخل، وعندكم رقمين بالأسفل للأشقاء العرب من الخليج حتى المحيط، الأخوة العراقيين اللي ساكنين في دول المهجر، وأيضا الرقمين الجوا مخصصة للواتساب تقدرون تتصلون عليها، والشباب مشكورين بالكنترول راح يرجعوا لكم مرة ثانية. نبدأ حلقة اليوم من موضوع حكينا عليه سابقا واليوم راح نرجع نحكي فيه، اللي هو جرحى تشرين اللي من المفترض أن الحكومة دزتهم الألمانية حتى يتلقون العلاج رغم المناشدات والفيديوهات. بقى هذا الملف مفتوح، حالة هواية ملفات على الرغم من الوعود الحكومية بعلاجهم، لأنهم صدموا من مقدار إهمال السلطات لملفهم، مقدار إهمال الحكومة الموضوعهم. ما أرسلهم إلى مشافي، أرسلهم إلى مراكز أو مستشفيات غير متخصصة، تركوهم يواجهون مصير مجهول، خطر عودتهم دون تحقيق أي تقدم بعلاج حالاتهم المرضية. وراء أشهر من وجودهم بألمانيا جرحى تظاهرات تشرين، مهددين بالترحيل، ما تلقوا أي علاج، خدعوا بوعود مصطفى الكاظمي حال الوعود اللي قدمها إلى الكثير من العراقيين، والكلمات والبهرجة الإعلامية اللي استخدمها تركهم في طرقات برلين دون علاج، وبدأوا يراجعون المحاكم الأوروبية حتى تتدخل وتحقق بالجرائم اللي تعرضوا إلها. خلونا نتابع مشاهدينا الكرام. طيب، نحن مجموعة من ضحايا تظاهرات تشرين 2019-2020 في العراق، نرجو ونلتمس من البرلمان الألماني والأوروبي فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الجهات التي أطلقت النار المتعمدة على المحتجين في كل مدن العراق ابتداء من يوم 1/10/2019 حتى أزالت خيم المعتصمين ومتلاها عمليات تصفية واغتيالات. ونحن نخول السيد مصطفى العمار رئيس منظمة إنسانية بلا حدود والتحقيق الجنائي وعضو حزب CDU بإدارة هذا الملف وسلبيته والإشراف على أو الإشراف عليه خوننا. ونحن جرحى تشرين الموقعين أدنى. واحتجاجا على اهمال الحكومه والمسؤولين لملف جرحى تشرين وعدم تقديم اي مجرم للقضاء من المجرمين اللي شاركوا بقتل المتظاهرين والنشطاء، ثوار محافظه ذيقار هددوا ان هم راح يصعدون بشكل غير مسبوق. وكان هذا موقف ثوار ذيقار. طالبنا مرارا وتكرارا لحسم ملف الجرحى المتواجدين في المانيا الى ان الحكومه المركزيه ووزارة الصحة سوفت هذا المطلب ولم تعمل بشكل جدي لإنقاذ الجرحى. وآخرا تم إخراج الجرحى من المستشفى بحجة انتهاء فترة الإقامة، ولم نرى أي تحرك من الحكومة. لذلك أعلننا اليوم قطع الطريق الدولي مؤقتا، وفي حال استمرت المماطلة والتسويف وعدم تنفيذ مطالب الجرحى المتواجدين في ألمانيا، ستكون لنا خطوة مركزية بعد عيد الأضحى. وندعو جميع الأحرار في المحافظات المنتفضة للاستعداد والوقوف مع أخوتنا الجرحى والتحضير لخطوة ما بعد العيد في حال لم تستجيب الحكومة للمطالب. رحم الله شهداء تشرين والشفاء العاجل للجرحى والحرية للمغيبين. عاش العراق، عاش العراق. هاي وقفة ثوار محافظة ذيقار. بعدها كانت أكو أو مو بعدها أيضا أكو محافظة واسط. أهالي المحافظة قاموا بوقفة تضامنية مع جرحى تشرين في ألمانيا، وطالبوا أمام دائرة الصحة في المحافظة، وطالبوا الجهات المسؤولة، طالبوا الحكومة، طالبوا أي شخص يقدر يحل هذا الموضوع بحل هذه القضية بأقرب فرصة ممكنة.
أمام دائرة صحة واسط الساعة بستة ونص العصر، مجموعة من الشباب من محافظة واسط يعترضون على قرار الحكومة العراقية والسفارة العراقية ببرلين بأنه ترحيل الجرحى تشرين بدون علاج. هاي وقفة تضامنية مع الجرحى. الشارع العراقي كله يعبر عن تضامنه ويا الجرحى مظاهرات تشرين، ويعبر على أن اللي جاي يصير ببرلين هو إزالة عشر ثاني إضافة للي صار من إعاقتهم أو حتى انتهاك لحقوقهم. السؤال اللي ينطرح هنا، شاب عراقي حاله حال الشباب العراقي اللي ملاقي فرصة، ملاقي فرصة يثبت نفسه، ملاقي فرصة يكون نفسه، ملاقي فرصة أنه يعيش، ملاقي فرصة أنه يشتغل، طلع وطالب بحقه، طالب بوطن، طالب يعني عدم تدخل خارجي، طالب برفض التدخلات الخارجية، طالب أن يكون العراق للعراقيين، تعرض إلى إصابة مهما كانت نوع هذه الإصابة ومنه اللي سبب بهاي الإصابة. مو من المفترض أنه الدستور يسمح بحرية التعبير؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، لا شفنا واحد تحاسب من اللي تسبب بإصابة هؤلاء، ولا هم اللي اهتموا بهؤلاء. العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع جرحى تشرين عبر وسم انقذوا جرحى تشرين للمطالبة بعلاجهم، محملين الحكومة المسؤولية الكاملة بأهمالهم وبقائهم دون علاج في شوارع برلين. جبنا لكم من منصة تويتر تعليقات لبعض الأخوة الرواد منصة تويتر حول هذا الموضوع. زينب بتقول جرحى تشرين يجب أن يعالجوا، الوعود الكاذبة والتسويف بحقهم جريمة لا تغتفر، هاشتاغ أنقذوا جرحى تشرين. لينا البياتي تقول حكومة الطشة بزعامة مصطفى الكاظمي تتنصل من وعودها لجرحى ثوار تشرين اللي ضحوا من أجل العراق، حر من وعدها للجرحى بتكفل علاجهم في ألمانيا، والسفير العراقي هناك يبلغ المرضى بعودتهم للعراق يوم الجمعة وهو لا يتكفل ولا الحكومة باتجاههم بأي شيء، هاشتاغ أنقذوا جرحى تشرين. سورة قاسم تقول صوت الشرفاء لن يخفت، جرحى المظاهرات يستغيثون على عالجوهم، هاشتاغ أنقذوا جرحى تشرين. وجنان الأسد تقول ضحوا من أجل الوطن ومحاربة الفساد فصفوا معاقين في شوارع غريبة، هاشتاغ أنقذوا جرحى تشرين. إذن مشاهدين الكرام، قضية الجرحى وقضية مصابي تشرين وقضية الثوار وقضية استهداف الثوار والمتظاهرين، هاي مشكلة كبيرة بالعراق. أكو هواية مطالب تطالب بالقصاص من قام بجرائم ضدهم، أكو جرائم هواية، أكو مجازر هواية، أكو هواية ناس فقدت حياتها بسبب أنه قالت نريد وطن، وإلى اليوم لا شفنا واحد تقدم إلى المحاكم، ولا شفنا القضاء تدخل بهذا الموضوع، ولا شفنا الحكومة تحركت بهذا الموضوع. واللي انصاب بعوق أو انصاب بإصابة معينة ما اهتمت بالحكومة. ننتقل إلى ملفنا الثاني. ملفنا الثاني كرار من الناصرية، حياك الله. نعم أستاذ، أولا تحية إليك ولا قناة الرافدين الموقرة، حياك الله يا غالي. نريد نحكي بخصوص جرحى تشرين. نعم، حكومة الكاظمي لما توعدت جرحى تشرين بعلاجهم في دول الخارج ألمانية، كل زين احنا نعرف المستشفى اللي خذوه لهم مستشفى مع كبار السن وهو ليس العلاج الجرحى اللي موجودين، يعني احنا عندنا الجرحى اللي عندنا واحد اعوق واللي عندنا يعني هيك امراض بالنسبه اللي هم ماخذين مستشفى كبار السن، ولحد الان يعني ما تم علاجهم ولا تم يعني اي شيء من اللي طلقته حكومه الكاظمي. يعني احنا ننوه على ان حكومه الكاظمي هي حكومه اطلاق الوعود وعودها كاذبه فقط لا غير، وانما تطلق شعارات راح نسوي كذا فلان، راح نحاسب كذا مجرم، راح نلقي القبض على فلان، بس بالتالي لو تجي الحقيقه وتجي الواقع ما راح تلقى اي شيء اي ثمره من هذا الموضوع وهاي الشعارات اللي تلقوها. القتله اللي داعوا بهم قالوا احنا سوف نكشف عن قتله المتظاهرين، اين ذهبوا؟ قتله الشهيد احمد عبد الصمد الصحفي والاعلامي، قتلت خبير الأمني شامل هاشمي، قتلت ثوار تشرين اللي قتلوا في الساحات، أين هذول المجرمين؟ أين الذين توعدوا وقالوا نحن سوف نستثنى القصاص من القتلة والمجرمين وسوف يحاكمون أمام محاكم أمام الملأ؟ إحنا اليوم ما جاي نشوف لا أكو محكمة صارت، يعني إحنا صار
تشرين ما يقارب سنتين او ثلاث سنوات. هل اليوم مجرم المسك والحاكم امام التلفزيون؟ هل المسك والحاكم امام المحكمه، محكمه دوليه، محكمه جنائيه، اي المحاكم العراقيه كلها؟ بالاخص الا جرحى تشرين جاي نشوف الجرحى ظلمانيه جاي، لا لهم علاج، لا لهم موفد وياهم مرافق، لا لهم شيء. يعني مثلا وين هاي الفلوس اللي صرفت لهم؟ جد الفلوس اللي صرفت لحكومه الكاظمي؟ يعني هذا الشعب ظل يعني يضحكون عليه وعلى الزقون. احنا اليوم راح نصب وراح نحاسب وراح نسوي وراح نجيب وراح نسفر، وبالتالي كل شيء ماكو اي عمل. لم الى متى تضحكون على هاي الناس البسطاء؟ الى متى المواطن العراقي ينعم حياه كريمه؟ يظل وراء احزابكم الفاسده والسارقه للحياه، وهذا هذول اللي تصفون ارواح. يعني ما كفاكم البوق والنيب والسير؟ طيب ضليت النوبه اخ كرار اذا تسمعني. اخ كرار، اليوم اهالي محافظه ذي قار او ثوار محافظه ذي قار، وانت من ثوار هاي المحافظه ومن اهالي هاي المحافظه، حياك الله وحيا الله اهالي ذي قار كلهم، هددوا انه اذا الحكومه والاحزاب ما لقوا حل الى جرحى تشرين اللي موجودين بالمانيا، وصار لهم اكثر من يعني من اسبوع موجودين بالمانيا وما تلقوا العلاج، واليوم مهددين بالعوده الى العراق وبعدهم ايضا ما تلقوا اي علاج. قالوا ثوار ذي قار انه اذا ما راح يلقون حل هاي المشكله راح نهدد، او العفو راح نصعد بشكل غير مسبوق. عندك معلومات عن طريقه التصعيد اللي راح تتخذ من محافظه ذي قار؟ احنا استاذ مو كل شيء مثل ما تقول نحكي ونطلع على الشعب، يعني تعرف احنا اليوم القوات الامنيه ولا اليوم اي حركه او اي شيء ملموس من قبل الثوار او من اذنه راح تقبل، راح يعني تعرف لحد الان احنا جايين نعاني من الناشطين اليابين، لحد الان جايين نعاني من الناشطين اللي جاي يطبون يداومون بيوتهم ويروي العوائل. ما يصير احنا كل خطوه ننتقدها نصرح عنها بالاعلام. احنا يعني الحكومه تعرف الحكومه اليوم لما شخص يصرح احتمال يدخلون علي البيت وياخذونه، وتعرف الاجراءات اللي جاي تصير، ابشع الاجراءات اللي جاي تصير بالمراكز من قبل الناشطين. احنا جايين نتعرض ابتزاز، جايين نتعرض هواي شغلات بسبب اللي خطوات اللي نحكي بها الاعلام. فاحنا نريد نقول نفاجئهم بالشيء اللي فكيف اسالوا الناصريه؟ الناصريه عانت معاناه، الناصريه مدينه خربه، الناصريه المواطن الناصر وشارع العراق اليوم جاي يعاني من سوء الخدمات، جاي يعاني. يعني مو واقفين لما طلعوا نطوا مجال حكومه الكاظمي ان تنهز بالواقع الصحي والواقع الخدمي، جاي نشوف ما صار يتحرك. يعني ثلاث لوم اليوم الشعب، يعني اذا يطلع الشعب الناصريه وشعب البصره وشعب اي محافظات من محافظتنا العراقيه كريمه يطلع يظاهر على مود حقوقه. يعني هل من المعقول انتم يا حكومه تسلبون حقه وتراوحوا بالقمع؟ هذا شيء ما معقول. انتم اذا تطلع الناصريه باكر لان نقطه هذا وفروا مطالبهم، شوفوا شنو اللي يريده الناصريه، ما بيها اي حزب، الناصريه ما بيها اي خدمات. يعني مثل ما تقول ان غير الناصريه مثل يوم تروح تعتمد تكون عليهم بعثيه وجوكريه ومن هذا الحكي، ليش تطلع عليها بعثيه وجوكريه؟ هو مواطن عراقي جاي يطلع يطالب حقه. يعني جاي نشوف ان الحاله اللي جاي يصير، يعني مو من الممكن اليوم اي شخص يطلع او اي شخص يتظاهر كتل على كل مواطن عراقي الى الحق والتظاهر. طيب طيب السؤال الثاني اللي نريد نحكي به اليوم، احنا بشهر 7 من عام 2022 حرارة الصيف في العراق معروفة، لكن الخدمات اليوم بالمحافظة يومكم بذي قار، تقدر تشرح لنا حال الخدمات حتى الناس تسمع وتقول مثلا الفيديوهات اللي توصل صحيحة؟ شنو حال الخدمات يومكم؟ مي، كهرباء، يعني هاي الأمور نوضح للجمهور. يا ريت لو كل مواطن يجي يشوف الناصرية، كل مسؤول يجي يشوف الناصرية. الناصرية مدينة خربة، الناصرية هذه اللي تزر ذهب المناطق الجنوبية بصورة عامة، اللي تزر ذهب على المناطق الوسط والجنوب. هسه احنا بدون اي عنصر بدون اي طائفيه، بس نرجع لمناطقنا جاي نشوف مدينه الناصريه مدينه منكوبه، مدينه خربه، مدينه غير صالحه للعيش، مناطق لابيه، شوارع لابيه، لا بنى تحتيه، لا مدارس، لا تعليم، لا صحه. المواطن المواطن اليوم الابسط حقاته ما جاي يلاقيه، الجو درجه الحراره وصلت عاليه كلش، كهرباء ماكو. هاي ابسط شيء، ابسط شيء. احنا في 2022 وجاي ازمه الكهرباء جاي نلقاها، جاي نلقى لما نروح المستشفيات جاي ما يوفرون خدمة بصورة صحيحة. لما تسأل الدكتور يقول لك هذا مو واجبي، يعني الأشعة جاي ياخذونه على طريق التليفون أو طريق الموبايل، هذا الشيء غير صحيح. احنا إلى متى نظل العراق هذا العراق بالخير؟ هذا العراق الذي
علم البشرية القراءة والكتابة، أن المقولة اليوم لما تجي تشوف الأطباق بلد مهدم وبلد مخرب بسبب ميليشيات وأحزاب فاسدة وأحزاب أتت من الشوارع إلى دكة الحكم تحكم بهذه البلد وتحكم به إلى بر الهاوية، هذا شيء غير معقول يا سيادة. نعم شكرا لك أخ كرار. ملفنا الثاني حكينا به هواية، ملفنا الثاني أنا شخصيا بهذا البرنامج حكيت عليه الصور مرتين، تكميم الأفواه. هاي سمة صارت إلى كل الحكومات، متلازمة لكل حكومات وأحزابها اللي حكمت من وراء الاحتلال الغاشم لبلدنا الحبيب لحد هذه اللحظة، ومحاولات هاي الحكومات والأحزاب لإسكات كل من ينطق بالحق واللي طالب بتوفير خدمات وحقوق يعتقل وتلفق له التهم الكيدية، والتهم موجودة وجاهزة، مثلا الإرهاب وغيرها من التهم للتخلص من الأصوات الحرة. اليوم عندنا وقفة احتجاجية أمام قيادة شرطة البصرة للمطالبة بالإفراج عن الناشط المعتقل أحمد مهلهل. هاي هي الوقفة في البصرة. اليوم كل ما ترجع كل خيرات البصرة اليوم أفضل المتظاهرين تظاهرات 2018 كانت البصرة تفتقر للتبليغ، وهذا إنجاز للمتظاهرين، ولازم اليوم تنصفون المتظاهرين. اليوم المتظاهر من يلقى القبض عليه واحد يحكي الله، اكو جهه موجوده بالقياده تنصف المتظاهرين، اما اليوم قاعد يعذب المتظاهر ويدخل على تهمه واحده ينفقوا له خمس تهم، وهذا الشيء مو صحيح. احنا اليوم كل احنا اخوانكم وكل هذول ابناكم وجايين يطالبون بحقوقكم، فمو من المعقول اليوم تظلمونا انتم، لان احنا امنا بالله سبحانه وتعالى وبيكم انتم. كل احنا كفتر ورانا الميليشيات، كل احنا دخلت بيوتنا الميليشيات، فجروا بيوتنا وفجروا سياراتنا، ما كان لكم اي موقف ولا تم اعتقال اي واحد. اربع مرات بتفجر بيتي من اليوم اللي القى القبض علي. احنا جايين نطالبكم اليوم ان تنصفون المتظاهرين. رسالتنا الاخيره توصلونا للقضاء العراقي والقضاء في محافظه البصره، لا للتهم الكيدية. نطالبكم باسم الأبوة أن تنصفون أحمد مهلهل. أحمد مهلهل مظلوم، كل البصرة شاركت في مظاهرات 2018 وكل البصرة طلعت بال 2018، وتعرفون اليوم من الجهة اللي حرقت المحافظة وحرقت مجلس المحافظة. مجلس المحافظة احترق ما يم أي متظاهر، وهذا أكبر دليل اليوم المتظاهرين أبرياء من هاي التهمة. هذه الوقفة في محافظة البصرة. النجف أيضا كان لها وقفة، ثوار النجف سوى وقفة تضامنية مع أهالي البصرة من أجل إطلاق سراح الناشط المعتقل أحمد مهلهل اللي لفقوا له تهم كيدية من قبل المحافظ أسعد عيداني حسب قول أهالي النجف. شنو ذنبها؟ لكونا يحجون الحق من أهل البصرة. هذا الولد الشاب اسمه أحمد احتقلوه، يردون يحكموا ليش؟ لكونا يحجي الصديق، لكونا يحجي الحق، جاي يقول أحزابكم فاسدة. هذا لا يحط إيده بيد الإيطار، لا يحط إيده بيد المالكي ويا غسل الخسعلي ويا هادي العامري، جا طلحتوا بس ما يريد يصير ذيل، تردون تأخذوها تبلعوها. شنو الغزبتوا للبلد؟ هاي الشباب جاي تقول احزابكم فاسده وباغي صوتنا وباغي ثورتنا وباغي تشرين. كلكم عملاء، كلكم خذلتوا الشعب، كلكم دمرتوا الشباب، خليتوا الشباب عاطله عن العمل، لا شغل لا عمل، تردون تسجلوا ترجعون ردود. شباب سبايكر وينها؟ التفجيرات وين باتت الوادم؟ مو بتفجيراتكم ولا هذا باغي تشرين. عملاء عملاء خونه. عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، الحرية لأحمد مهلهل، الحرية لأحمد مهلهل. إذن مشاهدينا الكرام كانت هذه وقفة النجف التضامنية، راح نقرأ لكم بعض التعليقات حول هذا الموضوع. ومن منصة فيسبوك حيدر العبود يقول أي واحد ينتقد مسؤول بالبصرة تتلفق له تهمة ويعتقل، الحكم بالبصرة حكم بوليسي. أدنى هدى مهند تقول هي البصرة للميليشيات والأحزاب والحكم العشائري، لا قانون ولا دولة وقيادة بها خير.
أما شكرا، أما غسان طالب يقول شكرا لكل ناشط مدني ما باع ضميرة للأحزاب السياسية الفاسدة. وأخيرا من أزهار كاظم تقول دائما قيادات الداخلية يعتبرون الناس اللي طالبهم بحقوقهم أعداء للأسف، والشرطة يركضون على الفقير جنهم وحوش وتجار مخدرات وقتلة يفترون براحتهم. كانت هاي التعليقات من منصة فيسبوك حول هذا الموضوع. أبو علي من لندن حياك الله يا أبو علي. يا الله سلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. أخي العزيز، هو مو بس بالبصرة يحكموه ميليشيات، العراق كله جاي يحكموه ميليشيات. نعم. يعني هذا الشعب العراقي ما شاف ايش صار بسريلانكا، ها؟ الشعب قام وطب لرئاسة الجمهورية وطلعوه بالشارع شردوه. الآن رئيس السريلانكي خلال 3 أيام استقال، والآن هو شارد. عمي أنت ليش ما تقوم؟ قوم سحولوهم بالشوارع. هاي مظاهرات سلمية، ما ينفع مع الميليشيات الإرهابية. عمي 90 فصيل إرهابي جاي يحكمون بالعراق، ما ينفع وياهم. طبوا لبيوتهم، طبوا لقصورهم ويا قصور الشعب، طبوا سحولوهم بالشوارع. يا أخي أنتوا ليش ما تتعلمون من باقي الشعوب؟ يا شعب العراقي قوم، عمي قوم، ثورة عارمة. لولا يحكمونا 200 سنة بعد. هاي تفضل، اليوم شهر 9 خلص الانتخابات اللي هم سووها، وبعدهم جاي يتناطحون على الكراسي وجاي يوزعون الثروات وجاي يوزعون النفط بيناتهم. عمي ما يفيد وياهم دولة ميليشيات، عصابات، عملاء، خونة تابعين لإيران. لا. هم ومراجعهم وعمائمهم. حياكم الله. شكرا لك أبو علي. سعد من الكويت حياك الله يا سعد. حياك الله يا النشمي، طابت أوقاتكم بالسعادة والهناء والسرور، وأيامكم سعيدة يا أستاذي. وأيامك يا رب. أستاذي الكريم، حبيت أوضح توضيح يعني. نعم. إن بالنسبة نتمنى إطلاق سراح هلهل، وأيضا يعني يا أستاذي التهمة لا تجوز للدستور والقانون والقيم والمبادئ الإسلامية أستاذي. نعم. أستاذي الشيء الثاني بالنسبة حسب رأي نواب البرلمان اللي انسحبوا من السيد الصدر، يعني هذه أعتقد يعطي فرصة للفقراء للترشيح مستقبلا في البرلمان، وبادرة كويسة يا به. يعني أخويا بالنسبة بس لحظة أخ سعد بس على مود أفتهم والناس تفتهم، أنت قصدك أنه التيار الصدري أو مقتدى الصدري يعطي فرصة للفقير من الشعب يرشح للبرلمان؟ نعم نيول. تتوقع أنه ذول اللي طلعوا ثورة تشرين وقالوا ما نريد هاي الوجوه اللي حكمت من 2003 لحد ما صارت الانتخابات الماضية، قالوا ما نريدهم يصعدون مرة ثانية، ولقوهم نفسهم صعدوا للانتخابات، ونفسهم اللي فازوا بالمقاعد البرلمانية، ونفسهم اللي هسه دا يتعاركون على رئاسة الوزراء، ونفسهم اللي دا يتعاركون على رئاسة الجمهورية، ونفسهم اللي دا يتعاركون على رئاسة البرلمان، أو بالأحرى أخذها محمد حلبوسي. تتوقع ذولا راح يعطون مجال للفقير من الشعب العراقي يصعد للبرلمان مرة ثانية؟ من 2003، إذا هم من 2003 هيكي يعني ما أعتقد يفتحون جل المجال للفقراء والقلابة كي يمارسوا دورهم النيابي. ولكن أتمنى يا أستاذي إطلاق سراح هلهل، وسوف يبنون العراق البرلمان إن شاء الله الجديد، وأيامكم سعيدة. شكرا وأيامك سعيدة يا رب. صباح من بغداد حياك الله يا صباح. السلام عليكم استاذ افهد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني بالنسبه للموضوع احمد مهلهل، يعني الحكومه العراقيه والاجهزه الامنيه اللي صايره اسود صايرين على الابرياء والناشطين السياسيين، يعني مصطفى الكاظم ما يعرف من خطفه، يعني ما يعرف من اعتقله، يعني يعرفونه هو ناشط مدني طالع يطالب بخدمات وطن، يعني فموضوع معروف عند الثوار، عند أهله، عند أهالي البصرة، من اللي أخذه وخطفه واللي حد الآن ما أطلقهم صراحة، مثل السابقين من شهداء ثورة تشرين اللي عددهم أكثر من 1000 تم خطفهم على عيد منه؟ على عيد سرايا السلام، القبعات الزرق، جماعة التواتي، جماعة مقتدى الصدر، وحزب الله والعصائب وبدر، كلهم يخطفون بالناشطين ومستهدفين من قبل هاي الميليشيات، لكن لا مصطفى الكاظمي ولا الحكومة العراقية، إذا نقدر يعني
ندوس على انفسنا ونسميها حكومه، هي مو حكومه. الحكومه اللي ينخطفون بيها الناشطين واللي يطالبون بوطن هاي ما تسمى حكومه. الاغتيالات الموجوده، الخطف الموجود، هاي ما تسمى حكومه. وين الامن الوطني؟ وين الفرقه الذهبيه، الفرقه القذره اللي دربتها امريكا ويعتبروها الاقوى في الشرق الاوسط؟ شفناها بالموصل وبالرمادي، لكن ما شفناها بالبصره وبالناصريه من الخطفه مهالي البصره والناصريه وبابل والنجف. وقفت يعني مكتوفه الايدي، لا هي ولا قائدها يقدر يتدخل بهاي المواضيع والملفات مع الناشطين المدنيين اللي جاي يقتلون وينخطفون ويتهددون. يطلع لك مقتدى الصدر راعي الاصلاح وسوى نفسه راعي الاصلاح وانسحب، انسحب من البرلمان. شنو انسحابك من البرلمان انت؟ شلون تقول انا فوضني وانا الكتله الاكبر وتنسحب من البرلمان وتخلي دوله القانون هي الكتله الاكبر الان مكانك؟ اذا انت باتفاق هذا، لو اتفاق مادي لو اتفاق سياسي على مناصب، ولو مقتدى الصدر جاد في انسحابه من الحكومه مثل ما يسمون جماعته والتبعيه، المفروض مو تستقيل من البرلمان، لا تستقيل من الحكومه نفسها. لان انت يا مقتدى الصدر جماعتك الصدرين مشاركين بالحكومه درجات عليا آلاف مؤلفة أنت ماخذها من وزراء وكلاء وزارة وسفراء ومناصب سيادية وغيرها وهيئات. إذا أنت جاد وتقول أني مع الشارع العراقي وأني مع الثوار مثل ما تريد تصعد الموجة يوم الجمعة، انسحب أيضا من الحكومة واستقيل من الحكومة. خلي جماعتك يستقيلون من وزارة الصحة، اللي وزارة الصحة والمديرية العامة لصحة الكرخ إلك، مديرية صحة الرصافة إلك كمدير عام يعتبر بدرجة عليا هذا. روح شوف وضع حال صحة في الكرخ والرصافة شلون يعني فتشي مع الأسف عليها. انسحب من هاي الدرجات والحكومة في سبيل نقول انسحب من البرلمان وانسحب من الحكومة. إذا هذا جاد في الخطوة اللي خطاها وهي مو صحيحة. نعم نعم، شكرا شكرا لك أخ صباح. أزمة الجفاف بالعراق هي تتفاقم بسبب غياب الحلول اللي اتخذتها الحكومة العراقية واللي ما صار عليها أي شيء. أزمة الجفاف بالعراق أثرت على هواية أشياء وانعكست بالسلب على واقع الأهوار بالجنوب. هذا الإهمال أثر بدورة على إزالة الأهوار من قائمة اليونسكو للتراث العالمي. أهالي قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان طالبوا الجهات المسؤولة بتوفير المياه لهم والمواشيهم وأراضيهم الزراعية، وأمهلوا الدولة إلى ما بعد العيد لغرض تنفيذ مطالبهم. خلونا نتابع. بس احنا ما نظل هيش ناشفين ونعاين على الماية من حدر للبصرة، ورا العيد نطلع بعوائد. احنا 25,000 عائل خلينا نشلحها ونروح هناك للناظم غير للناظم نحب ونعيش خاتشة لا هم يبون حتى على الإعمار هم الدولة تجبرنا لهاي الأمور. لكن احنا ما ردنا هاي الأمور. لكن الدولة ذاتت المشكلة. لا والله 4 أيام للبصرة ويومين للحدر يومين لنا وزاي المعية للأقراح لحسيتشي هذا كل الناس فا. بس هي الدولة جاي تخليك انت ينفض صبرك شنو اللي نبلا وصل هاي المراحل من هذا وضعنا من هذا وضعنا أيام النفات تجيني تعال انت غبني بيصير عندك ضيز تعال نروح للحشد قفل هذا النيل لفيت راسك ونمت ما تريت بينا لا عندي ماء لا عندي كهرباء بعد ما نشلت عليه الا 4 سنين هذا تمشي هي هاي الانسانيه هاي الرحميه احنا ناس بلد واحد احنا الناشد رئيس وزراء مدير الراي المحافظ يتدخل بهاي الشغله لا تسوي لنا مشكله مدير الراي مو شيء قسما بالله من نطلع 3 أمتار ونطلع زمور هيك ترى يصير خراب ما يصير على بعد عمر ومنصير تشتل بينا وسجن النوم نفخه نازيه قضاء الكحلاء ناحية بني هاشم وناحية المشرح آلاف بها العوائل آلاف بها حيوانات دواب بها غنم بها هوس بها ثروة سمكية بها هوس وبعدين احنا نروح ننام للأمم المتحدة نشتكي ما نقعد احنا مدروجين هو هاي الأمم المتحدة الدول العالم تقول البيئة مال الهوار لازم فيها ماي وبيها طير وبيها شيء هاي كلها عندها دور حاطيننا وزارة من عاش الهوار بتشلل يبني مضايق بالزور تشمر لا ما وين الماء ولا سياحة هي السياحة المن بناها هاي
رواد مواقع التواصل الاجتماعي علقوا على هذا الموضوع وأزمة المياه المستمرة بالعراق. وأول تعليق ويانا من منصة فيسبوك حيدر كامل اللام يقول الله ينتقم من هاي الحكومة اللي هاملة أهم ملف اللي هو ملف حرب المياه المستقبلية. وحيدر نجم يقول العراق ليس فيه شيء اسمه جفاف، لكن سوء إدارته جعلته ينزل إلى مستوى الحضيض، يمر بنهر صالح مياه للزراعة يذهب إلى الخليج بدون فائدة. شوف وين وصلنا، فكر الاستحقاق الجهادي اتخذ الأشخاص غير مناسبين في إدارة مقدرات الدولة. ومحمد الزيداوي يقول الحكومة ما تنفذ لكم شاي تبوق بنفط والغاز، وأنتم أبسط شيء الماي ما متوفر عندكم. العشائر بيدها الحل، ويجب محاسبة المسؤولين ذوي الاختصاصات اللي تشرف على المحافظة وإقالتهم. نوفل الجبور يقول الحكومة حائرين برئيس الوزراء، يا مي يا أهوار يا شعب يا ميزان، يا رئيس الوزراء أهم من الشعب أصلا. كانت هاي التعليقات حول ملف المياه. أسامة من كركوك حياك الله يا أسامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير، وأساكم وأشكر القناة على هذا البرنامج القيم طبعا. وأنت بألف ألف خير إن شاء الله. أشكر كل برامج القيمة، يعني تنقل معاناة الشعب العراقي بدون استثناء. أخوي العزيز أشكرك أستاذ. بالنسبة للجفاف، الجفاف هذا يعني ما نحترم على أمر الله سبحانه وتعالى أنه قلت المطر، لكن احنا عندنا من 2003 هذا ما في نفس العراق. المياه صار عندنا في 2019 امطار خير من الله ما استغلنا، لان ما في نفس من 2003 هذا يوم هذول حكومات الاحتلال الامريكي الغاشم تعاقبوا، ما في نفس بالعراق ولا نظم تفسير ولا استثمروا اي فرصه، حتى الاستثمار كله يروح شركات وقوات وهدر، فما راح يستغل العراق. يعني وضعنا بالخص مدينة كركوك، احنا عندنا الان يعني شح الناس كما تتهاجر، ضاعت حلال اراضيها الزراعيه اصبحت جسدا ماكو مي. يعني عندنا القرى اللي جوا مدينه كركوك اغلبيتها شالت من الجفاف، ماكو حصه مائيه، الحصص المائيه كلها عليها تجاوزها من قبل الاحزاب، والناس العاديين البسطاء هم شاتلهم من العطش، فماكو اي شيء مقيمات للحياه. أو الآن هسه شحت الوقود ما المدينة كركوك، والله أخي أذت درجة الحرارة 40 وقابلين سنة، يعني لمدة 4-5 ساعات يلا يلحنا السنة، إحنا وين عايشين يعني وين؟ يعني الناس متجهة على رفاهية دول العالم، وإحنا متجهين ذي ورا مثل ما تقول، ماكو شيء يعني يطيب حياة الإنسان العراقي. وما أرد أطول عليكم، أنا أشكركم على هذا البرنامج. شكرا لك أخو سامة. أبو عمر من بغداد حياك الله. حياك الله استاذ افا، كل عام انت وقناه الرافدين والشعب العراقي بيد الخير. وانتم بالف خير يا رب، ينعاد عليكم بالصحه والعافيه. حياك الله استاذ افا. استاذ افا، بالنسبه لشبابنا اللي طلعوا الظاهره وثوره تشرين اللي كانت بها الاحزاب السلطه اللي كانت تبني عليهم التهم بانهم اجنه خارجيه وناس عسكريه، طيب 25,000 عندنا جريح واكثر من 1,000 شهيد عندنا. الحكومه الاحزاب اللي هي كانت موجوده تضرب بالمظاهرين وتعتقل بالمظاهرين، وحكومه الكاظم اخذت انه واقفه صامده هي القوات الامنيه شبر ضربات الدخانيه وطلقات الحقيقيه اللي كانت تضربهم. حتى اليوم بعد ما هدأت الثوره، ولو الثوره هي لحد الان متواصله، بس من هدوها من شبابنا اللي طلعوا واللي غصبوا على وزاره الصحه ووزير الصحه وحكومه الكاظمي، من يشوفون ابناء شعبهم اذا كانوا بغداد او اذا كل المحافظات، هم ابناء الشعب العراقي، يعني من وقفوا امام هذه الحكومه وطالبوا من عندهم انه المعالجه، لانه العلاج يكلفهم، يعني الناس بسطاء طلبوا بين وطن، رادوا في التعيينات، رادوا هاي الامور اللي تخلق حياه جديده لشعبهم لوطنهم والحكومه ايضا، لكن هم ذيلا سلطه الاحزاب ما استهموها، ما استهمين هذا الموضوع، لان الموضوع عندهم اقوى من هذا. ما ممكن انه الشعب اللي يصير له في المكانه او يصير له في احترام امام الشعب، يعني امام الدول اللي هي كانت هذا الشعب العراقي وتحترمه، هاي سلطه الاحزاب يعني سلطه يعني خلت على العراقيين من 2003 ولحد الان على رقاب العراقيين وقتلهم وتدميرهم، توقيف كل الاعمال عندهم. فاحنا شبابنا هم طالبوا بانه حقهم بانه يداوون يجرحون من قبل وزير الصحه، ف
فوزير الصحه ما طلب مناشده لألمانيا من المستشفيات اللي موجوده عندنا هناك، واعتقد انه هم جرحى ما يكلفهم انه غير مبالغ قليله، يعني جرحى انه ما عنده بالالاف انه راحوا، اعداد قليله كلش انه راحوا مصابين ويراد لهم عمليات. فللاسف الكاظمي ما استجاب لهذا الشعب، لو كان عندهم ولاء وحبهم لهذا الشباب اللي مجروحين واللي صار بهم حوار لكان دوامهم محتجر على هاي الشباب، لو كان عندهم وطنيه وذره احساس من الوطن وذره احساس من هذا الشعب العراقي المتين لكانت تحملت تكاليف العلاج وتكاليف السفر. للاسف الحكومه متعمده على تاثير شبابنا وعلى تاثير وطننا، لا تقدم اي شيء للشعب العراقي وللشباب تشرين تقدمهم، لانه هذا دلال على ان الحكومه فوق الاحزاب حافظين على شعبنا وحافظين على شبابنا. لو كان ما عندهم عقد لكان انه قدمتهم المساعده وقدمتهم العون، لانه ابناء الشعب العراقي اليوم واقفين. فللاسف هاي الحكومه لا تستجيب للمظاهرين ولا تستجيب للشعب، هي جت ضد الشعب العراقي وضد ابناء الشعب العراقي. فعلى الشعب العراقي من يشوف حكومه دليل واضح بانه هاي الحكومه طرفت الاحزاب ما يحبون الشعب العراقي، هم مجموعه اللي راحوا يطالبون بالشفاه او يطالبون بالمعالجه او العمليات او امور معقده كل واحد له مثل شلون نقول له علاجه. للاسف ما تلبينا وما تلبوا من هذول الشباب اي تقدم، يعني احنا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل اللي خلت هاي الحكومه وخلى الشعب العراقي امام سلطه هذه الاحزاب وسلطه الناس الخونه الدجالين اللي ما رحموا العراقيين، وكل الشعب العراقي يشوف هذول الشباب الابرياء من سبب هذه الاحزاب وسلطه القيادات اللي موجوده تحكم الشعب العراقي. نعم، شكرا شكرا لك ابو عمر. ننتقل الى ملفنا الاخير بحلقتنا لهذا اليوم اللي متعلق بملف الخدمات بمحافظه البصره. بظل انتشار فيروس الحمى النزفيه في عموم العراق، هذا الفيروس اللي الناس تخاف من عنده، تم توثيق تكدس المخلفات الحيوانيه اللي ترمى من بقايا الحيوانات المذبوحه في سوق البصره القديم، سوق اللحامه. والغريب بالموضوع انه المكان يبعد امتار فقط عن قاطع بلدية البصرة. خلونا نشوف الفيديو. نشخص اخطاء بلدية محافظة البصرة. شاهد وياي هذا المسلسل الحلقة الثانية، هذا مال الذبح العشوائي، هذا الموجود بسوق البصرة القديم، هاي يسمونه سوق اللحامة. الكارثة والطامة الكبرى ان هذا مكان تجمع النفايات، هذا مجاور يعني يبعد 10 امتار عن قاطع بلدية البصرة المتمثلة بشعبة الخورة. السيد محافظ البصرة السيد علي مدير بلدية محافظة البصرة، انتم شنو يعني ما عندكم سلطة على مدراء الشعب؟ والله ما ادري. شوف باع نتائج الذبح العشوائي. زين وين دائرة صحة البصرة؟ وين الرقابة؟ هاي القضية بها مشاكل هواية، لأنه أنت من ترمي مخلفات حيوانية بالشوارع بهاي الصورة، هاي تسبب إلى روائح أولاً، تسبب إلى تجمع الحشرات وتسبب أمراض. الفيديو هذا تم تداوله بسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقوا عليه رواد منصة فيسبوك. مثلاً دكتور زكي عبد السادة يقول البلدية تحتاج إلى هيكلة وإعادة بناء، ولكن مجاملة الأحزاب وتوزيع الدوائر الخدمية عليها لإرضائها هو من يجعل الوضع الخدمي بالبصرة من سيء إلى أسوأ. رضا الشام يقول مسؤولي بلدية البصرة للأسف نسميهم مسؤولين، المفروض نسميهم عباد المكاتب والسيارات. أحمد الشاوي يقول النفايات بالبصرة كارثة، النفايات من تشرب أبواب المنازل. أنا شقد مسافر ما شايف هيجي بلد دوائر خدمية تعطل بالمناسبات، بالعكس بكل بلدان العالم بالمناسبات يكثفون الجهد حتى ما يصير تقصير. وعباس العراقي يقول خويا ما ينفع الكلام، ليش هم ما يشوفون؟ تعال شوف الأقضية والنواحي مزابل أمام البيوت والبلدية، يجي يوم وشهر ما يجي. إذن مشاهدينا الكرام، كانت هاي تعليقات على منصة فيسبوك حول هاي القضية. نرجع نذكر بالمواضيع أو الملفات الأربعة اللي أخذناها. أول ملف جرحى تشرين الموجودين بألمانيا والوقفات التضامنية من ذي قار والنجف حول جرحى تشرين.
عندنا الملف الثاني مطالبات بإطلاق سراح الناشط المعتقل أحمد المهلهل. عندنا الملف الثالث جفاف الأهوار اللي بسبب الجفاف خرجت من قائمة اليونسكو للتراث العالمي مع الأسف. وآخر ملف أخذناه هو قضية رمي المخلفات الحيوانية نتيجة الذبح العشوائي وعدم وجود صورة صحيحة للتخلص من المخلفات، الأمر اللي دي يسبب مشاكل بالمنطقة مثل ما قال الفيديو، وأكو أمتار عن قاطع بلدية البصرة. أم عبد الله من بغداد حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنت بخير إلى حضرتك وإلى قناتكم الشريفة وإلى الشعب العراقي والعالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأنت بألف ألف خير إن شاء الله، ينعاد عليك بالصحة والعافية جميعا. أستاذ، يعني من بعد ما عاني هاي الشغلات اللي بيصير بالعراق والإهمال والفشل بكل مجالات الحياة، يعني هي هذه السلطة ما نعرف شنو هو ولا هي، يعني عصابة جاية لقتل الشعب العراقي وتدميره وعدم إقامة أي خدمة. أنا اليوم كانت اليوم على الساحة العالمية أنه حكومة سريلانكا اللي كانت شديدة الفساد، يعني بس من نقول شديد الفساد مو أكثر من فساد حكومتنا. الشعب السريلانكي طلع بجموعة وتحشداته وكانوا يرضون وراء رجال السياسة في سريلانكا حتى يريدون يقومون الوضع اللي عايشين فيه من الفساد ومن الفقر من. فإحنا يعني إحنا بس نستعرض أستاذ يعني هاي الشغلات والمشاكل اللي يعاني منها الشعب العراقي، يعني ما هو ما قادر على انه يصحح الوضع اللي موجود في العراق. الى متى احنا راح نبقى؟ يعني كل شيء في مجال الحياه هو فاشل. الشعب العراقي بعد ما يقدر يتحمل هذه المشاكل اللي يعانيها، يعني الى متى ترى هي التصحيح من الشعب وليس من الحكومه؟ الحكومه ترى ما بيها فايده، لا تعرف الصحيح ولا، لان هم منتهين يقول لك احنا راح نروح في بالنهايه خلي نجمع لنا فلوس وثروات بخارج البلاد ونعيش ونفرق الشعب العراقي. فالحال بيد الشعب، احنا ما نقدر نقول انه الحكومه ترى لا تتوقع ولا يتوقع الشعب العراقي انه الحكومه راح تسوي اصلاح، راح تسوي اقرار موازنه، راح تقدم خدمات، راح تقدم المياه بدت تسرب بدت تروح، لا حد يعني ماكو فشي نقدر اللي نستفاد من عنده من هاي الحكومه. فانا اقول الشعب هو المسؤول عن هذا التصحيح، والله ان شاء الله يبارك فيكم ويبارك في شعبنا العراقي. تحياتي وشكرا لك. شكرا شكرا لك ام عبد الله. قضية أخرى نتناولها اللي هي ما سلط عليها قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين، على سلط الضوء على قضية وهي خدمة الإنترنت بالعراق. خدمة الإنترنت بالعراق من سيء إلى أسوأ، وصارت حالة مزمنة بالعراق. اليوم أي عراقي تسأله شنو رأيك بالإنترنت بالعراق، اسمع جوابه وتعرف شنو هاي القضية. على الرغم من كل الشكاوي، على الرغم من كل المناشدات مواطنين قدموها لوزارة الاتصالات، كل شيء ما صار بهذا الموضوع. فأنتج لنا قسم التواصل الاجتماعي تقرير يتكلم عن الأسباب والنتائج، خلونا نشوف.
شكرا لقسم التواصل الاجتماعي حول هذا التقرير اللي تناول به الأسباب والنتائج حول سوء خدمة الإنترنت بالعراق. أحمد من مصر ويانا، حياك الله يا أحمد. السلام عليكم أستاذ أفا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البن الشعب العراقي والأمة العربية، الشعب العراقي والأمة العربية بعيد الأضحى المبارك. حياك الله أخويا، كل عام بخير. خلاص الشعب العراقي من التهمة اللي حكمت العراق منذ 2003. نعم. فأنا بقول كلمة بالنسبة للناس المتظاهرين اللي قتلوا بتعاقوا في ألمانيا. نعم. بالنسبة لهم مصطفى القزم مش هيعمل لهم أي حاجة، هم ضد الناس دي، هم ضد الناس. نعم. ضد الشباب اللي بالمتظاهر، لأنه مصطفى القزم دي أصلا كفرهم واحد إعلامي على قناة البغدادية اسمه علي الزمحاء، بقول لك دي شغال دريفري يعني بين الدول بيصالح الدول في بعضها. شوف أهم بلدك، شوف الأهم اللي عندك الأول عشان تشوف، شوف الشباب التعبانين. وصلت فكرة وأعتذر منك بس الوقت أدركني. شكرا لك أخ أحمد، وتحية طيبة إلى الشعب مصر الشقيق، وكل عام وأنتم بألف خير يا رب، وكل أمة العربية بخير وكل أمة إسلامية بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. عندي واتساب واحد يقول أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر، انتظرونا.